لي ما شاء الله 6 بخال وخروفين نساء من 810. عمار كان بحدود 4 شهور الى 5 شهور. الله يبارك لكم، قل امين. ما شاء الله تبارك الله، هذولي ما شاء الله حريات ومع هديل. كلها خرفان؟ نعم. ها؟ نعم. كم سامي طال عمرك؟ 1050. سامي ب 1050، الله يزودك ويبارك لك ان شاء الله. الله يطرح. هذا النعيمي ما شاء الله خرفان الثلاثة رسام على 1200، ما شاء الله تبارك الله، الله يبارك لهم. جدعان. الله تبارك الله، هذول النجديات ما شاء الله دفيع ما شاء الله، سامي على 400. الله يبارك له يرزقه. ما شاء الله تبارك الله. هذا النعيميات ما شاء الله تبارك الله. ابخال ومعهن خرفان اثنين. مع الخرفين. اعمارهم صغيرة ذول، كم حدود كم؟ 4 شهور. 4 شهور 5 شهور. 4 شهور. سامي كم طال عمرك؟ 940. الله يزود لك ويبارك لك. امين. ما شاء الله، الله يعطيهم، الله يعطيكم العافية. الله طبعا التقينا بحد الشباب المبدعين دائما، واللي يحبنا حقيقة ندعمهم دائما ونفتخر فيهم. مشاري ما شاء الله مطيري. في مشاري. أنت تحب الحلال طبعا. الله. وش نوع الحلال اللي تحبه من نوع الحلال؟ الغنم والبل. الغنم والبل. الغنم والبل. لكن هل مثلا أنت مستقبلك أنك تحب تكون صاحب حلال؟ والله إن شاء الله. إن شاء الله. الله يوفقك يا مشاري، يعطيك العافيه ونفتخر فيك اخوي. هذولي ما شاء الله النعميات ما شاء الله، سامن 1050 ما شاء الله تبارك الله. الله يبارك له ما شاء الله، صغار طبعا، صغار بالعمر هم. الله يبارك له ما شاء الله تبارك الله. هذول النعيمي ما شاء الله خرفان جذعان، سامن 1060، الله يوفقه ويزود له ان شاء الله، يستر عليه ان شاء الله. ما شاء الله حريات حروف ورخلين، سامن كم طال عمرك؟ 790. الله يزود لك ويبارك لك. ما شاء الله، هذا المعزة حيل ما شاء الله، يسام من 820 ما شاء الله تبارك الله، الله يبارك لهم. اليوم يعتبر الجمعة المزاد الجلابة في حقيقة محافظة عنيزة، اليوم حنا صباحا في حقيقة المحافظة 28/4/1443 يكون السوق اليوم مزدهر بالجلابة، يعتبر مزاد كبير في المحافظة، الله يحفظهم. طبعا هذا أبو سلطان معنا راعي حلال، يعني أي خادم، أي واحد في خارج منطقة يعني الكاملة اللي بيتواصل معه يشتري له أي نوع من الحلال ويرسله لبي ديره. كم أبو سلطان جوالك؟ 05 33 33 33 33 1 9 3. تواصلوا مع أبو سلطان وما تشوفون إلا الخير إن شاء الله. ما شاء الله النعيمي 3 خرفان و3 فخار، سامن 1060. الله يبارك له ما شاء الله تبارك الله. 3 خرفان و3 فخار، سامن 1060. الله يوفقه. هذا خروف نجدي ما شاء الله، سامن على 1050. الله يزود لهم ويبارك لهم ان شاء الله. هذول اجذيعات ما شاء الله النجديات، سامن على 1150. اجذيعات النجديات هذول. والحبص بكم خالي؟ وعنده ما شاء الله هالحبص سامن على 750 الحبص ذولي. الله يبارك له ما شاء الله تبارك الله، الله يرزقه. الحريات كم سامن؟ 790 حريات. والخروف؟ والنعيم على 990. والنعيمي على 790. الله يبارك لك ويزود لك ما شاء الله تبارك الله، الله يرزقهم. هذا المعزه ما شاء الله سامن 380. ما شاء الله تبارك الله المعزه هذولي. الحريات هذولي كلها ما شاء الله جلعان، ما شاء الله سامن على 1120. الله يزود لك ويبارك لك ما شاء الله تبارك الله. ذولي ما شاء الله حريات ومع هجين. تقول كم سيم ذولي؟ كل هجين حري. الهجين الحري سيم على ثمان. اي نعم. وذي فردة 870 حرية. الله يبارك لك يزود لك ما شاء الله تبارك الله. هذا بخال نعيمي ما شاء الله يسامن على 1060. الله يبارك له ما شاء الله تبارك الله، ارخال النعيم يقول. هذا ما شاء الله دي سدس يقرع، يقول الرجال فاتحين للسوم ما شاء الله تبارك الله. كم حدود يمكن سعره؟ تدري كم حدود؟ حدود سعره كم ما تدري؟ ما شاء الله طيب ما شاء الله، شرط يقرع؟ شرط. ما شاء الله تبارك الله، الله يوفقك يا شيخ. هذول الحريات ما شاء الله سامت كم؟ 890 كلها خرفان ما شاء الله تبارك الله، الله يوفقك. الجفرة ما شاء الله تسام، قلنا كم خالي؟ 700 ريال. 700. الله يزود الله يبارك لك ان شاء الله. ريات ما شاء الله يسام 685. اعمارهم بحدود 3 شهور تقريبا. 3 شهور. 3 شهور. ايش كنا احنا خرفانين؟ ابخال. الله يبارك لك، قل امين. هذا الدواغير ما شاء الله الحري سام 430.
ما شاء الله تبارك الله، الله يبارك لهم ما شاء الله يرزقهم. الله هذه المعزة ما شاء الله مع واحد سام 800، الله يبارك له يرزقه. خص بالمعزة يا ابو سام، خص بالمعزة انت كل شيء. كم جوالك يا ابو؟ 050 054 399 363 406 طبعا. ابو اسم الولد؟ ابو صالح. ابو صالح متخصص جميع الاغنام، هذا طبعا في محافظة عنيزة. اللي يبي من اغنام من محافظة عنيزة تواصل مع ابو صالح ويبشر بالخير ان شاء الله. الله يحييك. الله هذا ما شاء الله جذعان يسامن 1160 العدد 9، الله يبارك لهم يرزقهم ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله هذه النجديه ما شاء الله مع خروف سام 870 الله يبارك لك ما شاء الله. وذا ماسيمة تجذعي ما شاء الله تبارك. انت تخصص بالنجدي طال عمرك؟ تخصص بالنجدي. يلا ها عندك يعني نجدي؟ اي والله عندي. كم سام هذه؟ 0504 9 5 3 9 5 3 9 2 0. اللي يبي النجدي او ناسيمة يهتم بالنجدي هذا كم اسمه الولد يا ابو؟ ابو سعد. ابو سعد متخصص بالنجدي. يا اهل النجدي الله يحفظكم ويرزقكم. حريات ما شاء الله كل واحده مع ولد ها؟ سامي 820 كل واحده مع واحد. كل واحدة مع 20. يلا البيع قريب، يقول البيع قريب. الله يبارك لكم.